السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام، كل سنة وحضراتكم طيبين. هنعمل إسدال رمضان وفقا للشروط المطلوبة، لا يصف ولا يشف. يلا نشوف مع بعض هنعمله ازاي. عندي قماش الكريب اللي حضراتكم شايفينه ده اهو، دول 3.5 متر. تمام. اول حاجة بطلع الاكمام زي ما احنا تعودنا، زي ما هو كده، زي ما انتوا شايفين ده كده القماش على وشه، بعرفه بايه؟ بطريقة مكويته وطريقة تطبيقته، وده البرسل بتاعنا. تمام. طيب لو انا مش عايزة اعمل ازال باكمام، عايزاه واسع، فانا هنا ما بعملش اكمام. تمام. طيب بصوا بقى هنا بقى كده اهو، لو انا بقى ايه وزني مناسب وكويس بطبق كده على 4 واشتغل. طب انا لو وزني كبير يا جماعة، بخلي الامام لوحده والخلف لوحده، فباخد الجزء ده كده واطبقه بالشكل ده علشان يكون واسع، باخد الامام لوحده والخلف لوحده اهو. بالشكل ده كده تمام. طيب بصوا بقى كده، انا هقيس اشوف كده ايه الطول اللي انا محتاجاه اهو. هنا 104، هنا 104. تمام. طب انا عايزة الازال يكون 150 مثلا، انا عايزة طويل، ممكن الخمسين سنتي التانيين اروح مدخله فيهم اللون ده. تمام. يديني الازال بلونين زي ما انا عايزه، ويطلع الموضه والترند اللي انتوا شايفينها كده في كل مكان. تمام. والطرحه تكون من اللون اللي انت عايزاه، لان الكريب مناسب جدا جدا للطرح. تمام. طيب اهو ممكن اطول شويه عشان مش عايزه الجزء اللي تحت يكون، يعني مش عايزه الازال يكون نص بالنص، يعني انا عايزاه برضو ايه يكون لغايه مثلا الركبه كده شويه. الجزء ده مركزين معايا اهو. بصوا بقى كده عشان تعرفوا كده انا ايه اخدت ايه بالظبط. طبعا اللي باقي من القماش من اللون ده هيبقى الطرح، عشان عايزين طرحه كبيره كده. 114 سنتي. تمام. 114 سنتي و 114 سنتي، لان هو ايه انا مطبقه في امام وعندي وفي خلف، فاهمين؟ فكده يبقى عندي 2. تمام. يبقى 114 سنتي و 114 سنتي، يبقى تقريبا 230، يعني زي مترين وربع، هيبقى مثلا حوالي 200 وربع. خلاص. طيب ادي الازاله اهو من الناحيه المقفوله، وركزوا معايا علشان هشتغل من الناحيه دي كده اهو، كل النواحي المقفوله عندي عشان الكريب قماشه ناعمه ما تسرحش منك وانت بتشتغلي. دبسي بالشكل ده اهو. تمام. طيب بعمل ايه؟ بصوا يا جماعه تاني، ادي كل القماش من عندي مقفول وكله هنا مفتوح، وبعمل الخط اللي هساوي بيه بدايه الشغل اهو، عشان بقى القماش بيجي من عند التاجر ايه يعني تحسي كده ان هو مش مظبوط شويه. تمام. طيب كلنا عارفين انه نص خط الظهر كام؟ قولي. ما اعرفش عندك كام. 20. مش احنا بنقول دايما عايزين نلبس حاجة واسعة مريحة بتبقى 20 دي مناسبة لأي حد يا جماعة. تمام. طيب وباخد هنا ايه بقى؟ هاخد الجزء اللي انا ايه هوصله بقى. نركز شوية، لو انا هوصل الازال لغاية هنا عشان يبقى واسع هوصله لغاية هنا. انا ما بحبش الازال يوصل لغاية هنا، بيلخم. تبقي ماشية كده، فاهمين قصة انك تبقي ماشية كده بالفراشة دي بتلخم جامد، فانا ما بحبهاش كده ايه، يعني ممكن لغاية هنا. تمام. طيب لغاية هنا دي خلينا نقول ان الكم دايما بيقول ان 62 سنتي، فانا لغاية هنا دي هتبقى ايه حوالي الاسودة دي او الجزء ده كده 15 سنتي، فبنطرحهم من ال 62 بيبقى حوالي 45 سنتي اهو. بالشكل ده كده ادي 45 سنتي بتوعي اللي انا محتاجاهم للازدال. ركزتوا كده؟ يبقى الجزء اللي انا بعمله ده من ايه؟ من الكم. تمام. طيب وادي الجزء اللي احنا، طب احنا ليه عملنا علامه هنا؟ عشان بس تفتكر التفاصيل مش اكتر. تمام. طيب دوران الرقبه الامامي قلنا بيبقى 8 سنتي اهو،
وبننزل 3 سنتي اهو، تمام. وهنا هنا بقى نركز شوية في النقطة دي. انا كده هعمل اسدال 1000000%، هيبقى جميل الحمد لله فضل ربنا اولا واخيرا من غير اي تفاصيل. بس انا لو عايزة بقى انزل بالشكل ده هنزل بيبقى عادي، تمام. لا انا عايزة اخليه زي ما هو كده، هيبقى مهدل. هيبقى ايه مهدل؟ يعني ايه مهدل؟ يعني رامي في الجناب، تمام. طيب خليني انا بقى عشان ايه انزل بقى هنا ونسيب المساحة دي عشان اعملها اسود. انا هنزل بقى كده حوالي هنقول 14 سنتي اهو، تمام. ال 14 سنتي هوصلها بايه؟ هوصلها بالنقطة دي اهو. الازال ده يلا اعمليه على مسؤولية ام عبد الرحمن، اعمليه مشروع. يعني انا نفسي بس يكون لبس المحجبات مريح شوية عشان الستات تقدر تلبس محجبات كده بشكل مريح، تمام. عايزين بس مصطلح اكبر، عايزين مسطرة اكبر بس عشان اقدر اوصلها كده اهو، اوصلها بالشكل ده اهي، تمام. بروح نازلة ال 14 سنتي واروح ايه موصلة التوصيلة دي كده اهو لغاية الجزء اللي احنا عملناه ده بالظبط كده، خلاص عشان ما يتحركش مني. عايز اقول لكم ان الازدار كده خلص، تمام. كده انا خلصته، هنزل بقى هنا ايه الجزء بتاع فتحة الكم، الجزء بتاع ايه فتحة الكم اهو، هيبقى حوالي 29 سنتي علشان يكون مريح. 29 من 30 مش هتبقى فرق قوي، يعني قول 30 عشان لو خيطنا هنا وخيطنا هنا تبقى كويسة. 30 سنتي اهو ده الجزء كده بالشكل ده. عبد الرحمن خد المساطر كلها عشان ايه راح بيها المدرسة، عمل فينا مقلب. وبدخل كده يا جماعة حوالي 15 سنتي اهو عشان اعرف اتحرك، لاني انا بحب الازدال يكون مستريح في الحركة، تمام. بس بتهيألي هنا في مسطرة كبيرة جدا ممكن تجيبيها تساعدنا. وبعدين بنزل ايه، بصوا فاكرين الكلام ده بيفكركم بايه؟ بالادناء اللي احنا كنا بنعمله، فاكرين الادناءات اهي. واروح نازلة بالشكل ده اهو على واسع اهو كده خلاص، تمام. الجزء ده بقى القماش اللي باقي ده هو اللي انا بعمل منه الاكمام او بقيه الاساور، تمام. طيب ما ننساش هنا ايه الدوران اللي بيعمل اريحيه للابط كده خلاص. الازال خلص، تمام. تاني عايزه اشوف طوله علشان اكمل من اسفل باللون اللي باقي اهو، لونه كده اشوف طوله عفوا طوله 112 سنتي 112 سنتي. نحفظ الرقم ده علشان نقدر نكمل الطول اللي باقي، تمام. دوران الرقبة هنا مفيش عمق ومفيش اي حاجة، اي حاجة مفيش حاجة غريبة معنا، صح اهو. كانت بتعملي ادناء بالظبط. القماشة اللي قلنا عليها الستان والقطيفة والفزون أسوأ أسوأ قماشة ممكن تعملي بيها الازدال، وما تخرجيش بيها من البيت، فقدت شروطها، تصف وتشف وتبرز وتعمل كل حاجة. القماشة اللي احنا ايه دايما بننبه ما نعملش بيها اهو. بالدوران، بصوا انا بطلع بالدوران اهو. القماش اللي باقي ما بيترميش عشان بنكمل منه زي ما قلت لحضراتكم الاكمام، تمام. هنا بقى كده بفصل بقى الاثنين هنا من بعض علشان كده ايه خلاص احنا قصينا اهو. يعني هنبقى حوالي محتاجين حوالي 35 سنتي عشان نكمل الطول تحت،
طيب قبل ما اروح اكمل الطول تحت بوسع هنا دوران الرقبه الامامي اهو، اي واحده منهم، هما اتنين. بص بالمارك عشان يكون واضح اهو الشكل ده. وبتعملي فتحة للسوستة حوالي، هقول من هنا كده السوستة هيكون طولها 20 سنتي، فانا هعمل فتحة 15 عشان لازم الفتحة تكون اقل من السوستة ب5 سنتي. هنعمل ازاي يعني؟ لازم يكون عندنا شريط بيه، وهعمل بس كده ايه مثلث صغير كده عشان يريح السوستة بس. تمام. عفوا. انا كده خلاص خلصت، عايزه بس ايه قطعه القماش اللي باقيه اللي انا هعملها لازم تكون معايا بالعرض ده اللي انا ايه هدخلها في الجزء ده حوالي 30 سنتي. ناخد القماشه اللي احنا هنكمل بيها اهو بالشكل ده، تمام، تدينا لون حلو جدا جدا. بصوا بقى كده تروحي ماشيه ازاي بقى اهو، مقفول مع المقفول مش احنا ماشيين كده، تروحي ماشيه بقى على واسع عشان يبقى ايه واسع اهو. بس بس يا جماعه ده بقى الزلات الترند اللي طالعه بقى، وممكن تعمليها 3 الوان، لونين زي ما انت عايزه تشكلي في الالوان اهو. بس انا بحب ان انا اعمل الطرحه من نفس اللون الجزء اللي فوق عشان اقلل في الالوان، تمام؟ يعني ما بحبش ان هنا لون طرحه لون، مش عارفه يعني، ممكن بس احط طرف من الاساور علشان يبان ان هو كله زي بعضه، لكن الطرحه احب ان هي تكون من اللون اللي فوق الجميل ده اللي انا مش فاكره اسمه. تمام. هفصل بس كده الجزء ده عشان يبقى الامام والخلف. وطبعا انتوا عارفين ان احنا بنعمل الازال على فيديوهين، فيديو الخياطه عشان التفاصيل وفيديو علشان الشرح اللي احنا بنشرحه. يبقى دي بقيه الاساور، وادي الجزء ده والطرحه، الطرحه مساعده مش مركزه. بصوا جميله وطويله اهي، مفيهاش اي مشكله. انا بحب بقى الحاجات اللي انت بتعمليها بقى، مش تلاقي بقى الرزال الجاهز طرحته مزعرره كده ولا قصيره، ومش يعني قفاكي باين وكل حاجه باينه، يعني معذره مش قصدي اقلل من الجاهز ولا حاجه، بس خلينا متفقين ان اللي بتعمله ايدينا احسن 1000 مره من اللي بنشتريه جاهز. سوسته يا جماعه المتاح كده كده انا مش هظهرها، تمام. ويلا بينا علشان نشوف فيديو الخياطه، لينا جزء تاني. اللي وصلت معايا للجزء ده تعرف ان احنا لينا جزء تاني، تكتب لنا ايوه يعني انا عارفه ان في جزء تاني. بشكركم جدا وبترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لازم لا يصف ولا يشف يكون فضفاض. الاسدال بتاعنا لازم يكون عليه الشروط المتوافق عليها اهو، زي ما حضراتكم شايفين، شايفين الوسع. ممنوع تمشي بقصيفه في الشارع او ستان او حتى في زون يبرز الجسم. يا جماعه والله الناس بتبقى شايفه كل حاجه بس محدش متكلم. لازم تلبسي حاجه كده واسعه كده ومريحه بالشكل ده. بصوا شايفه الطرحه طويله ازاي، بصوا الطرحه. اتعلمي تعمليه بنفسك عشان تعمليه بالشكل اللي يرضيكي ويرضي ربنا طبعا في الاول وفي الاخر. كل ده هتلاقوه على قناتنا خياطه وتدبير، وعد التدبير والخياطه اسهل مع ام عبد الرحمن. بشكركم جدا جدا واترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.